عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، بخير الاحوال. اليوم فيديو جديد على القناه، غادي نديرو فيه الكيك طبقات، وغادي نستخدموه فيه داك البقايا ديال الكيك اللي كيبقى لينا على هذا الشكل. هذا اللي ما عندوش البقايا ديال الكيك نعاودو نستعملو داك الكيك التدوير ديالو، اللي ما عندوش الكيك البقايا ديال الكيك يدير البسكوي. نفس الوصفه، غادي نحتاجو البقايا ديال الكيك اللي كيبقاو لينا، غادي ناخذهم وغادي نضيف ليهم. انا هنا ذوبت شويه ديال الشكلاط مع الحليب، غير شويه ديال الشكلاط مع الحليب باش نجمع هذا الكيك ديالي. غادي نكبو عليه على هذا الشكل هذا حتى يتعلق لينا، حتى النكهه ديالو كتجي رائعه. هذا الكيك هذا فمنها كنستخدمو داك الكيك اللي بقى لينا ما كنرميوه ما والو، ومنها كنديرو واحد الكيك اللي راقي. غادي نخلطو بيدي باش نجمع حتى يولي كيتجمع. نخلطو مزيان، صافي على هاد الشكل هذا حتى كيفزك، كيولي كيتجمع، كيولي بحال هاكا. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا هاد الكيك طبقات وما عندوش الباقي ديال الكيك وما عندهمش الكيك، يقدروا يستخدموا كيك جديد، يديروا كيك ديال جوج بيضات تكون طبقه رقيقه، ويديروا فيه نص كاس ديال سنيده، واحد ربع كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، وخمار، صافي، واحد شويه ديال الكاكاو. صافي انا غادي ناخذ هاد الكيك هادي، غنجيب هاد المول هذا الكادر، وغادي نكب الكيك بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نكبوها هكا في الكادر، وغادي نزير مزيان هذا الشكل هذا. هاي الطبقه ديال البسكوي ديالنا ها هي وجدات بالشكل هذا. انا نحاول انني نقادو باش يجيو قد قد بالشكل هذا. صافي هذا الشكل، نحاول انني نزير مزيان باش ما يتفرتس ما والو، تجي طبقه اللي هي متماسكه بالشكل هذا. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الكادر اللي كيتحيد، يقدروا يديروا في داك المول ديال الزاج، غير هو راه ما غاديش تخرج ليهم، زعما غادي يقطعوا غير مرصوات ويبقاو يقدموه. بالنسبه لهاد الكيك هذا حيت كيبانوا الجناب ديالو فهو كيجي زوين، الناس اللي ما عندهمش يديروا المول ديال الزاج. صافي بهذا الشكل هذا، نزيد نزير واحد شويه، شفتو الطبقه كتجي بحال ديال البسكوي. صافي بحال هذا الشكل هذا. دابا غندوزو للطبقه الثانيه، غنحتاجو فيها نجيب واحد الكاسرونه، غنحتاج فيها واحد نص سيترو ديال الحليب، وغندير فيها لا كريم باتيسير. انا لا كريم باتيسير كنخدم بهادي ديال ايديال، تقدروا ديروا اي لا كريم باتيسير، بغيتو تخدموا لا كريم باتيسير نعطيكم المقادير ديالها. كتحتاجوا ليها 4 ديال الصفار ديال البيض، واحد جوج معالق ديال النشا، وسكر سنيده، كتخلطوهم مزيان حتى يطربوا مزيان، وعاد كتزيدوا عليهم واحد نص سيترو ديال الحليب. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لا كريم باتيسير في الدار، غندير فيها تقريبا واحد جوج معالق ونص كبار، غندير معلقه هكا، وغادي نضيف ليها طبعا سكر سنيده. هذه هي الطبقه الثانيه ديالنا. ندير ليها، بالنسبه للناس اللي بغاو يزيدوا الفاني يقدروا يزيدوا الفاني، اما هذا راه منكهه بالفاني. تقدروا ديروا واحد الخليط واحد اخر ديال النشا والحليب في بلاصه لا كريم باتيسير، ديروا النشا والحليب، وضروري هذوك خصكم ديروا فيه 3 ديال معالق ديال السكر. هذاك ضروري خصكم ديروا فيه واحد الساشي ديال الكيس ديال الفاني. غديروا السيترو ديال الحليب، جوج معالق ديال النشا، و واحد ساشيه ديال الفاني. غادي ناخذ الخليط ديالي وغادي نديرو على النار. اول حاجه غادي نخلطو بعدا،
ضروري ما نخلطوه باش ما تحببش ليا ديك لا كريم باتيسيير، خصني ضروري نبقى نخلط بهذا الشكل هذا، ما نزكش عليها من التحرك حيت الا وقفت غادي تكونوا فيها واحد الحبيبات وغادي تخسر لينا لا كريم ديالنا. صافي غنبقى انا على هذا الشكل هذا حتى تعقد ليا، ديك الساعه غادي نكبها فوق الفيك. هي الكريمه من بعد ما عقدت كتجي على هذا الشكل هذا، انا غادي نكبها وهي سخونه منه. صافي دابا غادي بسم الله، صافي غادي ندورها على الكيك ديالنا كامل لهذا الشكل هذا، فمشي مشكله الطبقه واخا ما تجيكمش هكا الشكل ديالها كيبري، حيت غادي نعاود ندير غادي ندير طبقه اخرى. صافي بهذا الشكل. صافي انا غادي ندخل هذه الثلاجه تقريبا واحد ما بين ربع ساعه حتى نص ساعه حتى تختار تعقد مزيان، عاد باش غادي نوليو نطلقوا باش نديرو الطبقه الثالثه. دابا انا ندخل الثلاجه ونعاود نطلقوا. بعد ما خرجت الكيك ديالي من الثلاجه وجمد على هذا الشكل هذا، شفتوا تيولي قاصح حتى يجمد تماما، انا راه خليته تقريبا واحد 3 سوايع هكاك. المهم الا كنتو بغيتو هذه الكيكه من الاحسن انكم تخدموها في الصباح، الطبقه الثانيه خصها ضروري تجمد. غندوزو دابا باش نصايبو الطبقه الثالثه ديال الشوكولا. غادي نحتاجو واحد ساشي ديال الكاكاو، اولا اللي عنده الشكلاط ديال العبار يدير معايقه كبيره، ساشي ديال الشكلاط، وغادي ندير واحد شويه ديال الحليب تقريبا نحسب واحد نص كاس ديال الحليب بهذا الشكل هذا، وغادي نزيد فيه السكر واحد المعلقه ديال السكر بهذا الشكل هذا، ونزيد فيه النشا واحد المعلقه ديال النشا بهذا الشكل هذا، وغادي نخلطه مزيان. نخلطو هذا الشكل هذا حتى يذوب لنا العناصر كاملين. من بعد انا غادي نديرهم فوق البوطه، نبقى نخلط خلط مزيان حتى يذوب ليا الكاكاو اللي كاين من الفوق. انا غادي نديرهم فوق البوطه حتى يختار الخليط ديالنا، وعاد ديك الساعه نكبو فوق الطبقه الثانيه. ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا، نعاود نضربو مزيان على الشكل، شتو كيجي بحال صوص الشوكولا. صافي دابا غادي نكبو فوق الخليط ديالنا، نحاول اني نكبو كمية كاملة، شي واحد المعلقة صافي، وكنخرب هذيك المعلقه قبل ما يقطع، نخدمو شويه بسرعه فهاد لي طاب هادي، ندوز هكا باش ندوزو على الوجه كامل بالشكل هذا. صافي انا ندخلو الثلاجه تقريبا واحد ربع ساعه اولا ثلث ساعه بعد ما يقساح ليا الخليط ديالي، وديك الساعات نعاودو نطلقو باش نشوفو الشكل ديالو النهائي. الكيك ديالنا من بعد ما خرجتو من التلاجة كيجي على هاد الشكل هذا، بعد ما قصحت هاديك الطبقة ديال الشكلاط الفوقانية كنخليوها تقصح مزيان باش ما تذوبش لينا، كيجي على هاد الشكل هذا. كنتمنى على الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الدعم ديالي بلي لايك كومونتير،
والاشتراك في القناة. نتلقاو ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.